أين الشعر اليوم من قضايا الإسلام؟ لقد أجبت عني وقرأت هذه القصيدة التي تتحدث عن واقع مرير لا ينكره أي مسلم أو عربي أو غيور على وطن، حتى من غير أبناء العروبة ومن غير أبناء الإسلام، الغيورين على ديارهم يحسون أن ما تعرضت له ديار المسلمين سواء في فلسطين أو في العراق أو في غيرها من المواطن إنها قضايا المسلمين وجراح غائرة في جسد هذه الأمة. ومن هنا ليس للشعر أي دور يمكن أن ينسب إليه شرف مهنة غير وقوفه وأن يكون جرسا يرن في آذان المجتمعات العربية والإسلامية أن هنا فيروسا أو عضوا في جسد هذه الأمة يتعرض لما يتعرض إليه من زلزال وبركان. وهذه القصيدة واحدة من مواقف الشعر في المعاصر من قضايا الأمة الإسلامية. الناس يتحدثون عن واقع أين الرواد والعمالقة من الشعراء ويذكرون أسماء معينة في قضايا الاستعمار والاحتلال أيام قبل الصحوة في الشعوب العربية، ولكني أستطيع أن أقول أن شاعرا مسلما غير عربي كان له أعلى صوت مجلجل في سماء الأمة الإسلامية وفي العالم، وهو من القارة الهندية من باكستان رحمة الله عليه. أتذكر ونحن أطفال نكتب نتعلم الخط، ما كنت أعلم من الشاعر، ولكن كان يكتب لنا بيت من الشعر في أعلى الصفحة نحاول أن نتدرب على كتابته. فيقول أذكر: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي رفع السماء وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. يا سلام، كم كنت أتمنى أن أعرف هذا الشاعر حتى تعرفت على الشاعر محمد إقبال رحمه الله. رحمه الله. وكنت في طفولتي أقرأ أناشيد لشاعر الأقصى رحمه الله يوسف العظم، ثم بعد ذلك يعني كانت أمنيتي أن أتعرف به وأن أكون تلميذا له فصديقا، كما كنت أتمنى مع أستاذي هارون هاشم رشيد، حتى التقيت به لأن كنا نسمع ونقرأ له: يا قدس يا محراب يا منبر يا حوض يا معراج يا كوثر، أقدام من داست رحاب الهدى ووجه من في ساحها أغبر، وكف من تزرع أرضي وقد حنى عليها ساعد الأسمر. ونقرأ له: خندقي قبري وقبري خندقي وزنادي صامت لم ينطقي، فمتى ينفث رشاشي متى لهبا يصبغ وجه الشفق، ومتى أخلع قيدا هدني وثيابا نسجت من قلقي، أشرق النور على كل الدنا فمتى يغمر أرض المشرق. فطبعا رسالة الشعر، أنت شبابنا يتذوق هذا الشعر؟ السؤال موجه لكما لأن الوقت يدهمنا. نعم. متى يتذوق شبابنا هذا الشعر؟ عندما يعون بيتا قالها حافظ إبراهيم رحمه الله: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي. فهذه اللغة العربية الالتفاف حولها ورفع معالمها وتذوق الشباب لهذه المعاني السامية يجعل الأجيال تواصل رسالتها في قضاياها في واقعها في برها لآبائها لأمهاتها. أين الأجيال التي تتعلم الخط على قول الشاعر: العلم مغرس كل فضل فاجتهد ألا يفوتك فضل ذاك المغرس.
أين هذا الجيل الذي يتعلم هذه الأشياء؟ للأسف نحن وجدنا الأبوة، وجدنا البنوة، لكن لم نجد ما يجب علينا إزاء هذه البنوة، ولا هم وجدوا ما يجب عليهم إزاء هذه الأبوة. ربنا يكرمك يا دكتور. أستاذ هارون، كيف أجعل ابني أولادنا في بيوتنا يتذوقوا الشعر ويحبوه ويحسوه ويستمتعوا به ويرددونه؟ الأساس هو المدرسة والبيت، البيت فالمدرسة. المناهج المدرسية الآن خلت تماما في كل المراحل من ما يمكن أن يجعل الأطفال والطلاب حتى الثانوي يميلون إلى الشعر الآن، وهذا رأيناه في أكثر من مهرجان. نقف شعراء يلقوا شعر، يقف شاعر من الشعر الحديث ويقرأ قصيدة فلا يلتفت إليه أحد، يقف شاعر يكتب الشعر الأصيل فكل الناس تندفع إليه، لكن هذا لا يكفي، يجب أن يبدأ من المدرسة، من المدرسة. المناهج المدرسية خلت تماما. لماذا؟ أنا أقول لماذا؟ لأن الشعر هو أحد الأدوات الأساسية في تعبئة الأمة، أحد الأدوات الأساسية في الحفظ على حفظ الأمة، أحد الأدوات الأساسية في حفظ الدين. كل هذا يحتاج إلى الشعر الأصيل الذي يقدم هؤلاء الناس. ونحن نعتبر أن نحن كشعراء نعتبر أن السلاح أن الشعر هو أحد الأسلحة الأساسية. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أساسي. سلاح أساسي في معركتنا مع العدو صلى الله عليه وسلم. ولولا ذلك أذكر في أوائل بعد 67، بعد ما احتل الإسرائيليون أراضينا، أول شيء ذهبوا إليه المناهج المدرسية ومسحوا منها كل بيت شعر له علاقة بالقضايا أو له علاقة بفلسطين، فأنشأنا في صوت العرب برامج موجهة كانت تقدمها كل من مصر وفلسطين ولبنان والأردن، اللجنة مكونة من هؤلاء وكانت توجه من صوت العرب وتوجه من الأردن، كان أساسها أن نأتي للبرامج ونرى ما مسح اليهود منها ونضعه ونذيعه للطلبة، وعندما أجرينا مسحا وجدنا كم كان له أثر في نفوس هؤلاء الناس. لكن الآن كيف ومن أين؟ وقد خلت المناهج من هذه خلت المناهج من هذا الذي كان يقدم في ذلك الزمن، مش موجود. نعم، جزاك الله خير. دكتور، سؤال أخير في كلمتين. اللغة العربية، احنا لقاء الليلة كله بعنوان الأمة إلى أين؟ فالسؤال، اللغة العربية في الأمة إلى أي؟ لا أقول إلى الاندثار، لأن الله سبحانه وتعالى سيحميها لأنه تكفل بحماية القرآن الكريم. نعم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم. فحماية اللغة العربية مكفولة من عند الله، ولكن قد تكون مكفولة في السطور وليس في الصدور. نحن نريدها أن تكون مكفولة في الصدور لأنها مسؤوليتنا نحن، أما في السطور فالله تكفل بها. هذا دوركم بقى، ونحن وأنتم وكل من يستطيع أن يعمل على الحفاظ على اللغة العربية وتلقينها، إنما هي تلك عبادته. وأنا أدعو من شاشتكم هذه الرائعة الجميلة المحبوبة إلى تبسيط مناهج اللغة العربية، وإلى تذليل الصعوبة في قواعدها، وإلى توطئة أكنافها، وإلى الاجتهاد في عملية التخلي عن بعض القواعد التي ممكن التحرك في لها وجه جواز في لغة العرب. لماذا؟ لكي نقدم لأجيالنا شيئا. كأنك تفتح بابا لا نستطيع ضبطه. لماذا لا نعمل على أننا نوطئ أكناف اللغة، القواعد الصعبة التي ممكن مثلا نجد أنها جائزة عند لغة بعض قبائل العرب،
وجاءت على لسان في في بعض مواقع في القرآن العظيم. هذا الكلام يجب ان 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 يضبط بها بحدود. نعم، حيث يوجد وجه جواز، لكن اللغة العربية ستظل هي اللغة العربية. يعني لا أدعو إلى نصب مرفوع وإلى جر المنصوب، لا أدعو إلى إلغاء حروف الجر، لا أدعو إلى جر الخبر ونصب المبتدأ. قد يحمل كلامك على، لا، أنا أريد أن أقدمها بتمرة إلى أفواه أبنائنا. نعم، ولا أريد أن أقدمها جافة من المقبلات العذبة والحلوة. فبدلا مثلا أنا طفل صغير كنت أحفظ متنا لا أريد أن أسميه حتى لا أسيء إلى مؤلفه رحمة الله عليه، وقد تكلمذ على هذا المتن مشائخي وآبائي والعلماء الأجلاء، كنت لا أعلم ماذا يريد هذا المؤلف لأن القواعد مكرورة ومتكررة ولا أفهم ماذا يقول، ردح طويل من الزمن. لكن عندما جيت أقرأ النحو البسيط أو الذي كتبه الوافي علي حسن، ها، علي الجارم، علي الجارم، علي الجارم ومصطفى أمين رحمة الله عليهما، كنت أقرأ بيتا من الشعر أحفظه وأجدهما يحللان هذا البيت تحليلا رائعا ويسألاني استخرج المبتدأ واستخرج الخبر واستخرج الحال ويسأل لماذا ده مرفوع وهذا مرفوع. أظن هذه وظيفة الأب وأم البيت، يعني أظنها كذلك. نفس السؤال للأستاذ هارون. نعم، اللغة العربية مع الأمة في الواقع الذي تراه إلى أي؟ في حاجة إلى صحوة، في حاجة إلى صحوة. وتستطيع قناتكم أن تلعب كما قال الدكتور دورا هاما، وحتى تحبب، يعني ما خلت منه المناهج الدراسية يبس. من المستحسن اختيار هذه الأشياء لترسخ في أذهان الناس. كم يكون جميلا أن يكون هنالك مختارات من حين إلى آخر، برنامج يختار من الشعر الذي تحدث عنه البسيط السهل اللطيف الجميل الذي يحبب الناس إلى سمعه، ليس والمعبر عنه ولا يعبر عن الإنسان شيء أكثر من الصدق. أيوة، يا راعي، أيوة، رافقت كل حياتي فروي عني ما كان حقا وصدقا. عندما يصدق الشعر يصل إلى القلوب دون استئذان مهما كان. جزاك الله خيرا، شكر الله لكم. دكتور عبد الوالي، سعدنا بك. أنا بكم أسعد وشرفتنا. لكم الشكر وأنا بكم وأكرمتنا. لكم والأستاذ هارون شرفتنا وسعدنا بك والله، وأنا سعيد جدا يعني. وأنا أشكر الدكتور عبد الولي الذي كان وراء هذه الدعوة. لا والله خيرا. أنا من الناس الذين يحبون الشعر ويأنسون به ويفتقدونه، ويفتقدون الشعر الرصين الشعر العالي في هذه الأيام. والأمة مع قضية اللغة، إن ضاعت اللغة العربية الفصحى ضاعت الأمة، ويقيننا أن الأمة لن تضيع وعد الله، فهذا دليل على أن اللغة لن تضيع. وإن فعلوا ما فعلوا وضيعوا ما ضيعوا، سيبقى أساطين يحملون صرح اللغة العالي. إخوتي، في خلاصة هذا المقطع من رسالة الليلة، لابد من أن نقول أن الأساس البيت، الأب والأم، الأساس البيت في إرسال الطفل إلى الكتاب، الأساس البيت في الاهتمام بالقرآن قبل الإنجليزي وقبل كيجي 1 وكيجي 2، الاهتمام ثانيا المقررات الدراسية، ثالثا وسائل الإعلام، رابعا أن ندعو شبابنا إلى ذوق حلاوة الكلمة وحلاوة اللغة. ويبقى سؤال، ما الذي أفسد أذواق المسلمين؟ ليكون مقطعا في لقائنا القادم بعد دقيقة. انتظروني، أحبكم في الله وأستودعكم الله. أشكر الدكتور عبد الوالي وأشكر أستاذنا أستاذ هارون، شكر الله لكم، شكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله.